تقول هل يجوز أداء الصلاة المفروضة في أوقات النهي؟ أم محمد من فرنسا بارك الله فيك، الجواب نعم، الجواب نعم، بل يجب. إذا كان الإنسان مثلا فاتته صلاة الظهر وما تذكرها إلا بعد صلاة العصر، نعم يقوم ويأتي بصلاة الظهر. كذلك بعد الفجر نسي صلاة العشاء، صلى الفجر ثم تذكر، يقوم ويصلي الفرض في وقت النهي الذي تذكره في هذا الوقت.